الاورينت بتحتفظ لك بمجموع بهيستوري، يعني هيستوري ده اهو بتجيب لك فيه كل عمليه كانت عاملها يعني عملتها ونتيجتها كانت ايه، كل عمليه كنت عملتها ونتيجتها كانت ايه. فدي داتا قديمه هو ما بيقراش، لكن انت عايز تشوف الجديد لازم تعمل ترن الجمله تاني من جديد، لكن هو بيحتفظ لك بس كهيستوري كده بالايه، بالعمليات اللي هي الاخيره اللي حصلت، لكن مش معناها ان احنا شو مش معناها ان مثلا هنا في بيانات اتحذفت. اه ماشي ما اتحذفت، انت مش مصدق رن جمله، لكن هو شايل لك بس هيستوري يعني مش اكتر من كده، لكن اطمن يعني. طب ما هو قال لي هي قال لي وان رو افكتد، يعني في واحده اتعدلت خلاص. طيب مهمتنا ايه؟ مهمتنا ايه دلوقتي؟ لو احنا عايزين بس انا بس عشان معلش احنا تك 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 رجعنا كده الجملة الابديت الجميله بتاعتنا ايه مثلا؟ دلوقتي لو جيت طبعا مش هيقول مش موجود، نعدل حد تاني غيرها مثلا، نعدل مرزوق، خلي محمد مرزوق مثلا. ماشي ورقم كان كام محمد مرزوق؟ كان 115 واعمل رن قال لي وان رو افكتد، هترجع تلاقي وقت لو نزلت تحت مرزوق، لكن لو انت عايز تتاكد ان البيانات سليمه هترجع هنا على السلكتات تاني تري رن تري رن بص عليها هذا الرن هلاقي ادي الاسم اتعدل فعلا محمد مرزوق 30000 تمام بعد ما عملت الايه التسميع الجديد. طيب ايه اللي احنا عايزين نبدا فيه دلوقتي؟ احنا عايزين نبدا فيه دلوقتي